بالحديث عما حدث اليوم في الضفة الغربية وحملة الاعتقالات ووقوع ضحايا، ما هو موقف السلطة الفلسطينية تجاه هذا؟ دائما وابدا نحن نواجه في كل قريه وفي كل شارع وفي كل بلده ابناؤنا يواجهون المستوطنين بالحجاره وهم عزل، يواجهون المستوطنين كما ترين في كل حاره وشارع في المدن والقرى، ويستشهد منهم العشرات كما جرت في الضفه الغربيه منذ 7 أكتوبر اكثر من 100 شهيد. هذه الغطرسة التي يمارسها نتنياهو وحكومته المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني، ولكن طيلة سنوات النضال الماضية تمكن الشعب الفلسطيني من الثبات في أرضه والدفاع عن شعبه وعن مقدساته والتصدي وإفشال كل المخططات الإسرائيلية التي حاولت النيل من وجوده على أرضه وبين شعبه. رسائل الحكومة الفلسطينية اليوم وفي هذه الساعات الحرجة للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة. الرسائل لكل العالم، الآن نحن موحدون في غزة وجنين ونابلس والخليل على نقيع الدم الممتد من رفح إلى جنين ومن نابلس إلى الخليل. ينهض اليوم فلسطيني يحمل عقيدة الإيمان بحتمية الانتصار الحق على الباطل والوطن على الاحتلال والحقائق الثابتة على عناصر الغطرسة. مع كل قطرة دم تنزف في غزة وفي نابلس وفي جنين نقترب أكثر من حتمية انتصارنا، انتصار الدم على السيف والسجين على السجان والوطن على الاحتلال.